بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة في كل مكان. إن شاء الله في الفيديو هذا حنتكلم على جزئية في اللور لمب اللي هي البوبليتيال فصة. طبعا البوبليتيال فصة هي عبارة عن دايموند ديبريشن يجي خلف الني جوينت وخلف اللور بارت متاع الفيمور وخلف الأبر بارت متاع التيبيا. فأول شيء حنديروا ديسكريبشن للبوبليتيا الفصة، نقولوا إن هي عبارة عن ديبريشن أو دايموند ديبريشن هذا الشكل متاعها. قلنا وين جي؟ جي خلف behind من الني جوينت و الابر بارت اوف تيبيا و اللور بارت اوف فيمور هذا المكان بتاع البوبليتي الفصة. احنا قلنا دايموند ان شيب، يعني عندها ابر انجل وعندها لور انجل، عندها لاترال انجل وعندها ميديال انجل. نوصلهم مع بعضهم ونقولوا هذا الشكل بتاع البوبليتي الفصة، الشكل هذا دايموند ان شيب خلف الني جوينت، خلف الأبر بارت اوف تيبيا وخلف اللور بارت اوف ذا فيمور. اكسلنت. نجو توا المكان هذا، هو هذا اللي خلف الني جوينت، نسمو فيه بوبليتيال فصة. اهم حاجه لازم نعرفوا ان في البوبليتيال فصة عندها باوندرز، اول حاجه عندها حدود، عندها باوندرز. الباوندرز اوف ذا بوبليتي الفصه، خلينا نقول السايد هذا ميديال والسايد هذا لاترال، تمام. نقسمه في الباوندرز ابر لاترال لور لاترال، السايد هذا ابر ميديال لور ميديال، وخلينا نرسمه الباوندرز. نبدا بالميديال سايد. في الابر ميديال في عندنا تو ماسلز، والاثنين يعتبروا من الهامسترينج ماسلز، واحدة اسمها سيمي ممبرينوسز، أختها الثانية اسمها سيمي تندنوسز. حنرسمهم الاثنين هنا في الأبر ميديلا باوندرز، فهذه العضلة الأولى، أختها الثانية اللي هي سيمي تندنوسز. السيمي تندنوسز دير سبورت للسيمي ممبرينوسس، درناها باللون الأزرق. السيمي ممبرينوسس باللون الأحمر اللي هي أبر ميديال باوندرز. نجول الأبر لاترال باوندري. في الأبر لاترال باوندري في عضلة اللور إند متاع بايسبس فيمورس مصل، عضلة اسمها بايسبس فيمورس مصل، فهذه البايسبس فيمورس مصل. فالبايسبس فيمورس مصل نقول وين جي؟ جي في الابر لاترال باوندريز لمن؟ بوبليتي الفص، فهذه لور اند متاع بايسبس فيمورس مصل. هيك كملنا الابر باوندريز، نجول اللور باوندريز. اللور باوندريز في عضله واحده اسمها جاستروكنيموس مصل. احنا نعرفوا ان الجاستروكنيموس مصل عندها تو هيدز، واحد اسمها لاترال هيد اوف جاستروكنيموس والثاني اسمه ميديال هيد اوف جاستروكنيموس، فهذا lateral head وهذا medial head of gastrocnemius muscle. يبقى عندك lower boundaries عضلة واحدة اسمها gastrocnemius muscle، جهة الرايت وجهة اللفتة أو جهة الميديال وجهة lateral، فكلها عضلة واحدة اسمها gastrocnemius muscle. هنكتب البيانات عليهم ونكون هيك كملنا الباوندرز متاع البوبليتيال فصة. أبر ميديال لور ميديال،
upper lateral, lower lateral. نشوف في upper medial نقولوا فيه two muscles. العضلة الأولى اللي هي semi membranosus. اللي هي باللون الأحمر. العضلة الثانية semi tendinosus. اللي هي باللون الأزرق. هذا اسمهم upper medial boundaries. upper medial boundaries. ونجولي lower medial boundaries اللي هو نقوله medial head. medial head of gastrocnemius muscle. gastrocnemius muscle. نجو هذا lower medial. نجو لل upper lateral. upper lateral عضلة اسمها biceps. biceps femoris muscle. نجو لي lower lateral عضلة اسمها lateral head. lateral head of gastrocnemius muscle. هادو boundaries of the popliteal fossa. قسمناهم إلى أربعة أجزاء والشكل هذا كله اللي هو البوبليتيال فصة. تمام. بعد boundaries يبقى رقم واحد عرفنا boundaries. أهم حاجة boundaries of the popliteal fossa. بعد الباندرز متاع البوبليتي الفصة نجولي حاجة تانية اسمها روف. روف of the بوبليتي الفصة. الروف متاع البوبليتي الفصة احنا قلنا الشكل متاعها diamond in shape. في الرسمة هذه او في الصورة هذه حنتكلم عليه الروفة. روف of the بوبليتي الفصة. هنعود نرسمها. نرسمها في الصيد هذا ونكتب الروف شن فيه من كونتنتس هنا. هذه بوبليت الفصة دايموند ان شيب عندها أربعة انجلز. هنرسم الكونتنتس. طبعا هي تجي في الباك ها جهة اللي هو الني جوينت. لو قلنا هذه التاي منطقة تاي بشكلها هنا تبدأ اللج. يعني هي وين جاية هنا خلف الني جوينت. تمام. احنا نعرف في منطقة التاي الباك في عندنا نيرف. النيرف هذا نسمه فيه بوستيرو كوتينيوس نيرف ذا تاي. ينزل تحت بالشكل هذا. ندير الدوتس هنا لان ديب تو ذا ديب فاشيا. حيدخل للبوبليتي الفصة. حيدخل للبوبليتي الفصة. وحيدير بنتريشن للفاشيا اللي مغلفة البوبليتي الفصة اسمها الديب فاشيا اللي هنا. وحيطلع ويبدا كوتينيوس. وينزل تحت لين يوصل الابر بارت نتاع الليج. النيرف هذا اسمه بوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ذا تاي. اسمه بوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ذا تاي. خلينا نكتب البيان. نكتب اللي هو الروفه شن فيه. رقم واحد نقوله في الروف في عندنا سكن. تحت السكن احنا كنا نعرف ان شن فيه في السوبر فيشيال فاش. سوبر فيشيال فاش. السوبرفيشال فاشيا في جهة البوبليت الفصة فيها ثلاثة كوتينيوس نيرفز. واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة نيرفات. النيرف الأول اللي احنا رسمناه باللون الأخضر هذا اسمه بوستيريو كوتينيوس نيرف ذا تاي. بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف تاي. البوستيريو كوتينيوس نيرف ذا تاي قلنا احنا كان ديب تو ذا ديب فاشيا. ادخل البوبليت الفصة دار بنتريشن للديب فاشل المغلف البوبليتي الفصة وطلع منها وبدأ كوتينيوس وبدأ في سكن ويغدي في سكن متاع البوبليتي الفصة ونزل تحت لعند سكن متاع الأبر بارت اوف ذا ليج. هذا اسمه بوستيرو كوتينيوس نير اوف تاي. معاه نير تاني نسمو فيه احنا بوستيرو ديفيجن. هذا جهة اللاترال هذا جهة الميديال. من جهة الميديال حيجي نيرفا نسمو فيه بوستيرو ديفيجن بتاع الميديال كوتينيوس نير اوف ذا تاي. ميديال كوتينيوس نير اوف ذا تاي. يبقى رقم 2 يجي بوستيرير
division of medial cutaneous nerve of thigh. هذه الحاجة الثانية وين في الروف. في نيرف ثالث نسمو فيه سيورال كوميونيكيتنج نيرف. اسمه سيورال كوميونيكيتنج نيرف. طبعا السيورال كوميونيكيتنج نيرف هذا برانش من واحد من الكونتنس تاع البوبليتال فصة داخل فصتها. في نيرف هنا اسمه كومن بيرونيال نيرف. الكومن بيرونيال نيرف حيعطي برانش يطلع منه نسمو فيه هنا اللي هو سيورال كوميونيكيتنج نيرف. نلقوه حتى هو في السكن متاع او في الروف متاع البوبليتال فصة. يبقى حنديرهم هنا بالارقام او بالحروف. هذا A B C. A اللي هو posterior cutaneous nerve of the thigh. B posterior division متاع middle cutaneous nerve of the thigh. C sural communicating nerve. هادو بالنسبة لي النيرفات اللي نلقوهم فاش في الروف متاع البوبليتال فوس. تمام. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة في حاسة ديب فاش. ديب فاش. الديب فاشيا اللي جاية في منطقة البوبليتال فوسة قالوا نقدر نسمها اللي هي بوبليتال فاشيا. اسمها بوبليتال فاشيا. هذا بالنسبة لي الروف. نزيدوا حاجة تانية. في فين. فين حيمشي ويصب في فين موجود فصل البوبليتال فوسة الداخل من الكونتنتس بتاعها. فها فين اسمها بوبليتال فين. واحدة من الحاجات اللي تصب في البوبليتال فين سمول سافينس فين. اسمه سمول سافينس فين. فهذا فين اسمه سمول سافينس فين. سمول سافينس فين هذا ماشي في الروف وحيدير بنتريشن للبوبليتال فاشيا وحيدخل البوبليتال فصة باش يصب وين في البوبليتال فين. فالفين هذا نسمو فيه يبقى رقم أربعة في الكونتنت في الروفة اوف ذا بوبليتال فصة. عندنا فين اسمه small saphenous vein اللي هو اسمه small saphenous vein. هذا بالنسبة للروف. عرفنا شنو هو الباوندرز تو عرفنا شنو هو الروف متاع البوبليتال فوسة. تو بعد الروف لازم نعرفوا حاجة اسمها floor of the بوبليتال فوسة. شوفوا معي هنا احنا قلنا البوبليت الفصة عبارة عن دايموند سبيس يجي خلف مني. قلنا احنا lower part of femur معناها بنرسم الفيمر. knee joint والknee joint احنا نعرف انه مسكر بفايبرس كبسول معناها بنرسم الكبسول of the knee joint. والupper part of tibia. خلنا نشوف الفيو الاول. حنرسم lateral view هنا وهنا حنرسم posterior view. فنتكلم على من توا floor تاع البوبليتال فوسة. ممتاز. هذا الفيمر جيت اللاترال نرسم فلاترال فيو عظمة الفيمر تحت من هنا عظمة التيبيا بالشكل هذا. ممتاز. هنا حندير outlines للكبسول. ما هو مغلف كبسول الجوينت. فهذه outlines لمن للفايبرس كبسول of the knee joint. outlines للفايبرس كبسول of the knee joint. ممتاز. هنا البوبليت الفصة بدت من البوينت هذه إلى عند الريجن هذه بالشكل هذا. فالسايد هذا كله من البوينت هنا لعند تحت هذا كله فلور. الريجن هي فلور. البوبليت الفصة اللي هي المنطقة اللي خلف شنو يقولنا احنا فيمر خلف الكبسول متاع الني جوينت وخلف من تاني أبر بارت اوف تيبيا من الباك. فهذا فلور. فقال خلينا نقسم الفلور إلى ثلاثة بارتس. الجزء اللي من فوق هو من الفلور الريجن هذه عندها اسم نسمو فيه بوبليتال سيرفس اوف فيمر. نكتبه هنا اسمه بوبليتال
surface of femur. يبقى هذا أول جزء مناش من الفلور. الجزء الثاني من الفلور اللي هي الريجن هذه، هذه شو نسموه فيها احنا؟ نسموه فيها كبسول متاع الني جوينت، نقولوا رقم 2 في كبسول اوف ني، سوري ني جوينت بلس مع حاجة ثانية ليجمنت، نسموه فيه اوبليك بوبليتيال ليجمنت، هنرسموه بوبليتيال ليجمنت. رقم 3 في الريجن هذه في الباك نتاع التيبيا، راهو في عندنا عضلة موجودة هنا، العضلة هذه اسمها بوبليتيس مصل، اسمها بوبليتيس مصل، خلينا نرسمها. يبقى العضلة هذه شنو اسمها؟ بوبليتيس مصل. البوبليتيس مصل هذه مغلفة بفاشيا، فوق منها شنو فيه؟ فاشيا. هادو في الفلور، نحكي على الفلور. هذه مني فايبرس كبسول تاع الني جوينت، نلونها فايبرس كبسول اوف ذا ني جوينت. يبقى رقم 3 نقولوا فيه عضله اسمها بوبليتيس مصل والفاشيا اللي تغلف فيها، فنقولوا فيه فاشيا كفرنج، يعني تغلف كفرنج لمن؟ كفرنج بوبليتيس مصل، بوبليتيس مصل زائد بوبليتيس مصل، يعني بوبليتيس مصل اند اتس فاشيا. بدل ما كتبت خلينا نكمل هاي بوبليتيس مصل. نعاود تاني الفلور. The floor of the popliteal fossa يتكون من ثلاثة parts. نقول احنا في upper part اللي هو رقم 1 هو popliteal surface of femur. الميدل بارت اللي هو رقم 2 كبسول اوف ذا ني جوينت ومعاه ليجمنت نسموه فيه اوبليك popliteal ليجمنت. في اللور بارت اللي هو رقم 3 عضله اسمها popliteus muscle and its covering fascia، ومعها فاشيا تغلف فيها. سهلات. خلينا نشوفهم من الباك، يعني نرسم posterior view هنا. هنرسم posterior view. posterior view حنرسم الفيمر من الباك، هذه عظمة الفيمر. تحت منها اللي هي عظمة التيبيا. جيت السايد هذا لاترال، معناها حنحط هنا مني فيبيولا. نكتب عليهم البيانات في البوت سايدز. هذه هي نفسها، هذه العظمة الفيمر، هذه تيبيا، وهذه فيبيولا، يعني التيبيا. خلينا نشوف من الباك، نشوف من الباك. السايد هذا ميديلا والسايد هذا لاترال، هذا ميديال وهذا لاترال. من جهة الميديال سايد في عندنا عضلة يفترض ان هي تجي تشد في الميديال اسبكت في الابر بارت متاع التيبيا، بس يطلع منها ريفليكشنز، يطلع منها تو تندنس او تو ليجامنتس، هنرسمهم هنا. قبل ما نرسمهم خندير اوتلاينز لمن؟ للفايبرس كبسولة. فنقولوا هذه الفايبرس كبسول متاع الني جوينت من الباك. يبقى الني جوينت مسكر باش من بالكامل، مسكر بكبسول، بس انا رسمت شني؟ رسمته من الخلف. يبقى هذه اوتلاينز الفايبرس كبسول. في عندنا ليجامنت متاع عضلة اسمها سيمي ممبرينوسس، اهو متاع عضلة اسمه سيمي ممبرينوسس مصل، هذا الليجامنت او التندن متاع العضلة ماشي للانسيرشن متاعها. هذا شنو يصير لهنا؟ حيصير له تو ريفليكشنز. الاول بالشكل هذا ونسموه اوبليك بوبليتيال ليجمنت، اللي هو الليجمنت ها اسمه اوبليك بوبليتيال ليجمنت. الثاني حيمشي ويكون الفاشة اللي تغلف في عضلة اسمها بوبليتيس مصل، اللي هو هذا الجزء الثاني. الجزء هذا اللي رسمته تحت هذا شو اسمه؟
اسمها فاشيا كفرينج بوبليتس مصل. يعني عندك الفاشيا اللي تدير في كفر للبوبليتس مصل والأوبليج ليجمنت، أوبليج بوبليتال ليجمنت، الاثنين في الأصل منين جايين؟ جايين من التندن بتاع سيمي ممبرينوسز مصل. يعني سيمي ممبرينوسز مصل لما مشي للإنسيرشن بتاعه طلعوا منه تو ريفليكشنز، هذا خنسميهم ايه، هذا مين يقولنا احنا؟ هذا التندن بتاع السيمي ممبرينوسز، سيمي ممبرينوسز. طلعوا منه التو ريفليكشنز، الاول هو شو نسمو فيه؟ اوبليك بوبليتال ليجمنت، اوبليك بوبليتال ليجمنت. طلع منه ريفليكشن ثانيه ومشي غلف مني بوبليتس مصل، شو نسمو فيه؟ نسمو فيه فاشيا كفرينج او اوف بوبليتس مصل. نرسم بوبليتس مصل، ما قلنا البوبليتس مصل اللي هي هذه تشد في اللور بارت نتاع، في الابر بارت نتاع التيبي من الباك، هنرسمها من هنا، هذه بوبليتس مصل. الجزء هذا كله مغلف، بعدين نحكوا الاورجن والسيرش متاعها وماشي. ونكتبوا البيانات من الباك، قعد السيرفس هو ما هي دايموند ان شيب صح؟ هو هذا اسمه بوبليتال سيرفس اوف فيمر، بوبليتال سيرفس اوف فيمر. هذا لاترال فيو وهذا بوستيرو فيو. في البوستيرو فيو بوبليتال سيرفس اوف فيمر اللي بلون الاخضر كله اللي هو فاشيا كفرنج ذا ني جوينت، فاشيا تغلف في الني جوينت من الباك اللي هي هذه لونها. فوق الفاشيا في ليجمنت هو نسموه فيه اوبليك بوبليتال ليجمنت. فوق فوق اللي هي الفايبرز كبسول، فوق الفايبرز كبسول بتاع الني جوينت في ليجمنت، هذا اسمه اوبليك بوبليتال ليجمنت. في اللور بارت هنا شنو في؟ قلنا بوبليتس مصل والكفر متاعها. الاوبليك بوبليتال ليجمنت والكفر الفاشيا اللي دير في كفر للبوبليتس مصل، الاثنين ديرايفد فروم سيمي ممبرينوسز تندن، ويسرع لها في امتحاناتها. فهذا الفلور اوف ذا بوبليتال سوري اللي هو ايه، الفلور اوف ذا بوبليتال فصة، فلور اوف ذا بوبليتال فصة. خلينا نجمعهم مع بعضهم بهي. فاول حاجه احنا شنو عرفنا؟ عرفنا الباوندرز بتاع البوبليتال فصة اللي هم هذا باوندرز اوف ذا بوبليتال فصة. ثاني حاجه شنو المفروض نعرف؟ نعرف الروف بتاع البوبليتال فصة. ثالث حاجه شنو خدينا احنا؟ خدينا حاجه اسمها فلور اوف ذا بوبليتال فصة، هذا فلور اوف ذا بوبليتال فصة. بعد الفلور بتاع البوبليتال فصة يفترض ان نعرف شنو الكونتنتس اللي في وسط البوبليتال فصة، كونتنتس اوف ذا بوبليتال فصة. في هذه حندير سامري لخص الكونتنتس بتاع البوبليتال فصة. كونتنتس اوف ذا بوبليتال فصة 8 حاجات بهي، نقسم فيهم الى 4 امبورتنت واربع التانيات ما يسألوش عليهم هلبل، الامبورتنس متاعهم من ناحية الأسئلة في امتحاناتها. فنقولوا شنو هم الكونتنتس اوف ذا بوبليتال فص، نديروا تشارت ونقسموهما، نقولوا فيه اربع كونتنتس هنحطهم في السايد هذا، اربع كونتنتس هنحطهم هنا، نقولوا اربعة بالشكل هذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وأربعة كونتنتس هنحطهم في السايد الثاني بهي. واحد اثنين ثلاثة أربعة، تمام. اللي بنكتبهم في السايد هذا اللي هم الحاجات الكبيرة في البوبليت الفص، رقم واحد في عندنا بوبليتال آرتري، بوبليتال artery and its branches، والبرانشات متاع بوبليتال artery and its branches. رقم اثنين في vein اسمه
popliteal vein and its tributaries. شنو يصب فيه؟ its tributaries. في two nerves مهمات واثنين terminal branches من sciatic nerve. رقم واحد tibial nerve. Tibial nerve and حتى هو عنده branches. Its branches. الثاني اسمه common peroneal nerve. Common peroneal nerve and its branches. والأربعة مهمات. Popliteal artery رقم واحد. Popliteal vein رقم اثنين. Tibial nerve رقم ثلاثة. والcommon peroneal nerve رقم أربعة. نجو رقم خمسة. في الروف مبكر تكلمنا قلنا في حاجة نزلت من الأب من التاي من الباك ديب تو ذا ديب فاشيا بعدين دخلت للبوبليت الفصة ودارت بنتريشن للفاشيا اللي تغلف في البوبليت الفصة اسمها بوبليت الفاشيا وهذا عبارة عن نيرف اسمها بوستيريو كوتينوس نيرف ذا تاي فرقم خمسة بوستيريو كوتينوس نيرف اوف تاي رقم ستة في نيرف تاني ويطلع منين هذا يطلع من الأوبتشوريتور نيرف نسمه فيه جينيكولار برانش اسمه جينيكولار برانش اوف أوبتشوريتور نيرف مازال فيها الليمف نوتس نسمه فيه بوبليتي الليمف نوتس Popliteal lymph nodes وفيها fat هادو الأربعة contents التانيات وقلت لكم less important من ناحية الأسئلة في الامتحانات يبقى 8 contents في البوبليتال فص الكونتنتس متاعها واحد بوبليتال ارتري والبرانشز اثنين بوبليتال فين اتس تريبيوتريز ثلاثة تيبيان نيرف والبرانشز اربعة كومن بيرونيان نيرف والبرانشز خمسة بوستيرو كوتينوس نيرف ذا تاي ستة جينيكولار برانش اوف اوبتشوريتور نيرف سبعة بوبليتال لمف نودز ثمانية فات تمام من الكونتنتس هادو كلهم فيهم ثلاثة كونتنتس نلقوهم الشكل متاعهم مشيات بشكل vertical يعني وقفات وقوف بالشكل هذا وعندهم ريليشن مع بعضهم ريليشنز مع بعضهم من هم الثلاثة كونتنتس اللي هو البوبليتال ارتري والبوبليتال فين والتيبيان نير يعني قلت لكم من ضمن الكونتنتس اللي هنايا كلهم فيهم ثلاثة كونتنتس نلقوهم vertical هنكتب هنا كلمة vertical كونتنتس مشيات بشكل vertical اللي مشيات بالشكل vertical فيهم واحد deep يعني the deepest one فيهم واحد جاي في middle وفيهم واحد جاي superficial superficial اللي جاي ديب وواقف وقوف بشكل vertical في البوبليتي الفصة اللي هو بوبليتيال artery بوبليتيال artery اللي جاي في الميدل يعني هذا بوبليتيال artery في فوق منه حاجة وجاي superficial اللي هو بوبليتيال vein بوبليتيال فين الستركتشر الثالثة اللي هو جاي سوبرفيشال ليهم هم الزوز اسمه تيبيال نير تيبيال نير يبقى هادو الستركتشرز اللي موجات في بوبليت الفصة لازم تعرف البوبليت الفصة فيها 8 حاجات
من الثماني حاجات في ثلاثة structures تلقاهم مشيت بشكل vertical وقفات وقوف وجيت عندهم relation مع بعضهم. The best structure في Popliteal fossa اللي هو Popliteal artery, بعدين Popliteal vein, وبعدين Popliteal nerve. لو نرجع للرسمة هذه شوف معي هنا أو خلنا نرسمهم بروحهم بهي نرسمهم هنا احنا قلنا هذه فيمورا وهذه التيبي تحت وهذه الفايبرس كابسول خلفهم شن فيه Popliteal fossa يعني ده دي بست ستراكشر اكتر حاجه تلقاها جايه ديب اللي هو Popliteal artery سوبرفيش اللي من فيه Popliteal vein مور سوبرفيش اللي هم الاثنين من فيه تيبيال نيرف تيبيال نيرف تمام في الورقه هذه من الخلف هناخدوا ثلاثة vertical structures ونقولوا الريليشنز متاعهم ونوقف في البارت هذا على Popliteal fossa شوف معي هنرسم Popliteal fossa عندها upper angle واحدة lateral وواحدة medial وعندها شن تاني قلنا احنا inferior angle هناخدوا ثلاثة structures اللي مشيت بشكل vertical اللي هو أنا درتهم هيك بالخطاطات هما اللي بلون الأحمر اللي هو آرتي واللي بلون الأزرق اللي هو الفين واللي بلون الأصفر اللي هو النيرف شوف معي هنا يا بهي هنقول الصيد هذا ميديال ميديال صيد والصيد هذا لاترال لاترال صيد الآرتي والفين الآرتي لما تخلي Popliteal fossa تخلها عن طريق فورامن كنا نعرفها اللي هي الأدكتر هياتس تخلى عن طريق الأدكتر هياتس به لما تخل من جاي معه الفين يعني عندهم ريليش مع بعضهم هم الاثنين النيرف هذا بدأ من الأبر أنجلة من فوق ما هو جاي من الباك ما كانش معه وينتهي وين في اللور أنجل يعني يدخل من الأبر أنجل ويطلع منين من اللور أنجل عنده خوت تاني يتبع في مني في اللاترال أبر بوردر هي هنا يمشي شنو اسمه اسمه كومن بيرونيان نير خلينا ناخذ الريليش بتاع ثلاثة ستراكشرز هما شوف معي هذا ارتري هذا فين وهذا نير حسب تشوفوا فين في الفيديو ميديال تو لاترال ميديال انترميديت لاترال وقاعد الارتري ديب ما قلنا ده دي بيست ستراكشر في الفصه مني الارتري الارتري ديما ديب الفين فوق كان هنا شني لاترال للارتري ننزلوا تحت الارتري هو اللي بدا لاترال والفين بدا ميديال نشوفوا النيرف كان لاترال اللي هم الاثنين بدا ميديال اللي هم الاثنين بس في بوينت هي اللي في النص الثلاثه واقفين مع بعض في نفس البوينت يعني لما بنجيب نقول الريليشنز نقول في الابر تيرد او في الابر بارت في الابر بارت من فوقه في الابر بارت وفي الميدل وين تاني في اللور ركزوا معي شوية في الأبر بارت نقول الريليشنز from medial to lateral from medial to lateral van sorry A V N في الأبر A V N يعني نقول A V N from medial two lateral the most medial artery بعدين laterally the vein the most lateral the nerve which nerve tib the nerve نجوف في الميدل بارت خلنا ناخذ نفس الرول نقولوا a v n لكن from deep to superficial from deep to superficial يعني the deepest structure من الارتري من فيه في الميدل الفين من فيه سوبرفيشال النيرف وتش نيرف تيبي النير نخلو نفس الرولة في اللور بارت نقولو A V N خنقولو from lateral to medial the most lateral مني في الارتري Popliteal artery بعدين من فيه ميديال ليه Popliteal vein من الموست ميديال هنايا اللي هو تيبي النير
هذه الريليشنز نتاع الثلاثه ستراكشرز الجيات وين فيرتيكال وقفات وقوف وسط اللي هو البوبليت الفصه وفيري كومن يسرع عليهم في الامتحانات. تمام هذه حاجه. التيبيال نيرف هذا تيبيال نيرف خوه الثاني اسمه اللي هو كومن بيرونيال. الكومن بيرونيال ماشي معاه في نفس البلانه في نفس الليفل في نفس الليفل فوق لكن ما يمشيش معاهم بشكل فيرتيكال يمشي بشكل اوبليك يمشي بشكل اوبليك في الابر لاترال بوردر اللي هي كاب نرسمه فيها حاجه هنا من نرسمه البايسبس فيمورس يعني نحطوا البايسبس فيمورس مصل هنايا هذه البايسبس فيمورس مصل النيرف اللي ماشي في الانر سيرفيس نتاع البايسبس فيمورس مصل او نقولوا خلينا نقولوا في الميديال بوردر نتاعها ميني كومن بيرونيال نيرف بدا من الابر انجل ينتهي في اللور انجل هنا في الابر انجل وفي اللور انجل تمام بس يمشي في نفس الليفل نتاع منين يعني حتى هو سوبرفيشال ويتش نيرف هذا كومن بيرونيال نيرف كومن بيرونيال نيرف خلينا نكتب اسمه نيرفات هذا مني كومن بيرونيال نيرف الارتي هذا مني بوبليتيال ارتري الفين بوبليتيال فين النيرف هذا اللي هو تيبيال نيرف اهم حاجه فهمنا اللي هو الريليشنز مع بعض تمام في بوينت بس نسيتها نرجعوا لها باهي ونوقف الفيديو هذا اللي هو في البوبليتي الفصه في الباوندرز اتس فيري امبورتنت اي دونت نو هاو تو فورجيت شوف معي نرجعوا للباوندرز نرجعوهم مع بعضنا احنا قلنا ابر lateral biceps femoris muscle upper medial semi membranosus semi tendinosus lower lateral lateral head of gastrocnemius نزيد معاه مصل تانية اللي هي plantaris muscle من معاه تاني plantaris muscle اللي هي هذه اسمها plantaris muscle في اللور ميديال ميديال هيد اوف جاستروكنيمس هادو باوندرز اوف دبليتي الفصه هذا روف اوف دبليتي الفصه هادو فلور اوف ذا بوبليتي الفصه قعدنا كونتنتس اوف دبليتي الفصه اللي هما درناهم هنايا ثمانية حاجات هادو كونتنتس اوف دبليتي الفصه نوقف الفيديو هذا باش بعدين في الفيديو الثاني حنتكلم على البوبليتال ارتي والبرانشز نتاعها والبوبليتال فين والتربيوترز نتاعها الكومن بيرونيال نيرف والبرانشز نتاعها والتيب النيرف والبرانشز نتاعها ونوقفوا في البوبليتال الفصه واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.